السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ بخير. طيب لله الحمد، الحمد لله بخير. الحمد لله. لدي سؤال يا شيخ. سأل. أنا تقدمت لفتاة واتفقنا عن بعض الشروط. الحمد لله، مبارك عليك. وكان من بين ذلك الشروط يعني بين تلك الشروط ها يعني أن يكون لدينا أن تكون لديها مسكن مستقلا عن الوالدين. ها؟ قدر الله وقدر الله ما شاء فعل، يعني الوالدين ديالي يعني لم يكن لديهم مسكن، وقدر الله ما شاء فعل وأن يعني أن يسكنوا معي، فماذا أفعل؟ يعني هي وأهلها اشترطوا أن يكون مسكنها بعيدا عن أمك وأبيك. نعم هذا صحيح. لها الشرط، عجزت عنه وأرادت أن تطلق لها الطلاق مع كل مستحقاتها، فهمت الكلام؟ أو تسترضيها؟ لكننا يعني نحن لم نتزوج بعد. يعني ما عقدتما العقد؟ يعني نحن لازلنا نتفق على هذا الشرط. يعني يعني ما تم العقد الزواج أو تم؟ لا لم يتم. خلاص لم يتم، الحمد لله. قل لها من الآن بوضوح، أنا ما عندي مسكن، أمي وأبي سيعيشان معي وهي تقرر مصيرها. وهل يعني يسمى يعني أنا أفدت بشرطي؟ يا أخي الكريم، أنت ما تم العقد الآن، افهم، العقد الآن لم يتم، وهي تقول أشترط أن أكون في مسكن مستقل، وأنت تقول لا أستطيع، لا أجد لأمي ولا لأبي مسكنا فسيجلسان معي. بين لها هذا قبل العقد. هذا هو كل شيء. هذا هو كل شيء. لا تغشها ولا تدلس عليها ولا تكذب. قل لها أمي وأبي معي في الشقة، وافقت مرحبا وأهلا وسهلا، ما وافقت أيضا المودة باقية، لكن أنت في طريقك وأنا في طريقي، سلامتك. بارك الله فيك يا شيخ. الله يحفظك لنا. وياك. شكرا.